سنو الله يطلع. مبروك بيدا، مبروك 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 عليك، تقول لك بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يفك وحيلك على خير بعدا، الله يفك وحيلك على خير. مزيان لا تلقاي فرحان دابا؟ ياه الله مسكين، لا ادري ويش لا عمر هذا والله العظيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشاب قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من الرباط مع حسنية. واش عقلتوا عليها او لا؟ لا مشاهدينا الكرام، حسنية الكوبل كانت حسنية ومحمد، ياك كانوا تعرفوا داروا البوز حسنية ومحمد. الان حسنية راها حاملة، عرفتي بعدا واش وليد ولا بنيتها؟ بنيتها. مبروك عليك. ياك بعدا قولي لنا مبروك عليك بعد الحمولية. الله يبارك فيك. لنا راسك قولي للمشاهدة غادي يعرفوا. مهم السلام عليكم الخوت. مهم انا فرحانة بزاف حيت عندي المولود جديد، والحمد لله على كل حال فرحانين بزاف بزاف. اليوم راكي حاملة كيفاش؟ واخا ما واخا ما بغيتش نقول خاصة هادشي يبقى سميتو، ولكن الظروف راه ماشي زعما انا سمع جاية نهضر على وديت باش الناس تعاوني ولا تساعدني. انا جاية بغيت نهضر على وديت واحد المشكل، هادشي اللي دارو بلاصة الراميد على الامو، هذا هو اللي جابني باش انا غادي نهضر. هذا مشكل كبير بزاف، يعني دابا انا كاع التحاليل اللي درتهم بالفلوس زعما بزاف عليا، بقا نخلص كل حصة بقا نخلص فيها انايا ما في استطاعش ديالي. قربت نولد فهاد الشهر هذا الجاي، والامو مازال ما خرجش ليا، حيت يبقى يقولوا ليا بان خاص عندك النقط طالعين وخاصك تدخلي معاك الناس في الامو، وانا داخله انا وراجلي وبنتي، ومشكل كبير بزاف بزاف بزاف. دابا السبيطار بغيت نمشي ليه خاصني نخلص، ودابا فهاد الشهر الجاي ان شاء الله غيتزاد عندي المولود، وضروري خاصني نخلص الا ما طلعش ليا الامو. هذا هو المشكل اللي باش جيت باش بغيت نهضر. انت قالك اخر شهر شهر 10 ان شاء الله غادي نولد، ولكن مازال ما خرجش في السويسي. ضروري الامو هاكا. الامو ضروري، راه ما يمكنش فهمتي، مازال تيقول لي مازال ما طلعتيش في السيستيم، يعني لما طلعش في السيستيم خاصني نخلص، وانا ما يمكنليش غنخلص انايا. كاع التحاليل اللي درتهم خلصتهم انا، يعني كنجي نخدم راكم كتشوفوا الحاله ديالي، كنجي نخدم وراجلي غير على قد الحال هو غير كيبريكولي، وبزاف علينا نبقاو نخلصوا يعني. واصلا انا اصلا خاصهم فهمتيني، خاص الدوله دير معنا شي حاجه، ما يمكنش راه الامو خاصك تدخلي معاك الناس ماشي من عائلتك. لا 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 والو، لا انا عندي خدام على راسك غير باش نوضح لك واحد الحاجه. الكرام حسنيه راه خدام على راسها، راه ماشي تتسعى ولا شي حاجه هنا في الرباط، تتبيع كلينيكس تتبيع كذا المهم يعني بعنا انها خدامه على راسها. هو بزاف عليا انايا، دابا انا عندي المشكل فهاد الشيء ديال الامو، هذا هو المشكل. وقريب شهري باغا نولد، ولكن انا بزاف ما يمكنليش غادي نخلص انايا. ما حيرتك تخلص السبيطار، ما حيرتك دير اسبوع تشري شي، بغينا نفرحو حتى حنا نشريو شي خروف ضروري، ولكن بزاف على تخلص السبيطار وتشري الخروف يعني والظروف الماديه. راجلي مسكين راهو خدام في الصباغه كيبريكولي مسكين، دابا كيوجد، ولكن راه ما راك عارفه مسكين بالريال اي واش غايدير، ما عنده ما يدير فهمتيني. واخا هو راه ما عارفين شويه كنا شنو نقول، تلاقيتو كون انت ودرت مع اللايف دابا من بعد ما تشحرتو الناس تلاقاو بك شنو تقولوا؟ ما تقولوا والو، حنا ماشي شي وحده اللي مثيرين للجدل يعني، بنادم تنشوفو عادي. انت ما مشيتيش في داكشي ديال ما عندناش مع هادشي ديال السوشيال ميديا بزاف، راك عارفه خويا، ولك انا ما كايناش. انتوما تغبروا
القاله ما كايناش مع الوحام وهذا، ما بقاش عندي القاله باش غنبقى ندير تيك توك وندخل عند الناس. انت عارفني انا نفسيتي شويه، ما يمكنش نبقى حالة اللايف ونقول لها عاونوني عاونوني، انا بغيت نبغي نخرج نخدم، تنبغي نطلع على راسي فهمتيني، ما بغاش نعتمد على شي دير. لا لا دابا المشكل اللي عندي هو الامو، الامو الشيء اللي داروا راه ماشي حسبي الله ونعم الوكيل وحق الله، راه حشومه و تنخمم مازال ما كنت زعما تنقول شهر 10 غيكون خارج لي الامو. ساعه فاش مشيت مؤخرا قايل فاش عندنا النقط طالعين غير في الفصيله، يعني قايل خاصك تكون عندك 9.92، دابا عندي 9.90 في النقطه، يعني لا قايل خاص على الاقل تكون عندك 9.32. يعني واش حنا كندوزو الباك؟ واش هادشي فيه الباك والسبيطار؟ انا باغا ما بغيتش انا حيدي فشلات، انا ما باغاش انا ما باغاش تيوكا غيخرج شي دعم ويخرج، وانا يا ربي انا بغيت نستافد بعدا في السبيطارات باش نبقى ندوز فابور تاع انا، بغيت ندوز فابور تاع انايا، اما الدعم ما نضمن ما كنفكرش فيه. شو تقول لي وزير الصحه؟ وزير الصحة شوف من حالنا وشوف ودير شي معنا شي حل، يعني احنا خصوصا حنا في مداوي الاحتياجات الخاصة، يعني راه ما يمكنش عرفتي شحال وانا كنتعذب من شهر 4، يعني راه من شهر 4 وانا كنطلع المقاطعة لا ميتيل المقاطعة، يعني راه تكرفصت بزاف بزاف بزاف. شكرا على صمت مزيانة هذه مشات والله. اودي ما كرهناش وحق راه تنفكر واش نداءك يقدر يكون شي محسن هنايا؟ ما كرهناش انت كيما كتشوف الكرسي ولا كدا والباترية عياو وكنتعذب بزاف، يعني راه شحال من خطره طاحت بيا الكريسه، راه النداء راه وجهتهم شحال هادي وما كاينش اللي غيعيط لك ولا يعطيك شي كرسي ولا راك عارف. اول حاجه لما مشيتي للجمعيه تيبقى يقول لك خاصك تكون مقيده ولا ما عندناش ولا هادي، وخاصك الراميد خاصك فهمتيني. واخويا تنشكر حنا المحسنين اللي كيتعاونوا معنا بعض المرات، حيت المحسنين هما اللي واقفين معنا، اما ما كاين لا جمعيات لا والو. والو ما تيعاونوا. والو والو الجمعيات غير كذوب غير كذوب، ما كاين لا جمعيات لا والو. جمعيات كي غير كيسعوا تيسعوا بينا وكيديروا لنا في التلفازات، حنا كنعاونهم ما كاين لا معاونه لا والو. من غير الا عاونك بالكفه ديال يعطوك قرعه الزيت صغيره والسكر فهمتيني، هادشي باش كيعاونوا الجمعيات. اما انا الحمد لله انا تنخرج نطلع على راسي، كيعاونوني شويه المحسنين هكايا، المهم ما تنعولش على شي واحد اخر. دابا بالعب راه تعاونوا. عاودي لنا عاودي لنا حياتك. دابا حنا عندنا مشكل، كنا ساكنين في سيد طيبي. وسيد طيبي دابا في بلاصه فيها الرمله و والكراسة تكرفصات ليا انت كيما كتشوف، وكنطلع بها في الطوبيس وانت كيما كتشوف الكراسة تهرست ليا. صافي جينا سلا كرينا في سلا. كريتو تما في سلا؟ سلا تراها في الساتين كرا صعيبة 18 ولا الكرا ولا غير بيت الكوزينة، ولكن راه غالي راه فهمتيني، بيت الكوزينة صغير راك عارف، والكرا راه غالي دابا. الحمد لله معاونين على الزمان، حنا دابا انا تنفكر غير في هادشي ديال فاش غنولد، تنفكر في اما سميتو قادين بالمصروف، يعني قادين بالمصروف ما نكذبش عليك، يعني كنخرجوا هو كيتبع راسه كنتبع راسه قادين على المصروف. انا دابا عندي مشكل في هادشي ديال الامر، يعني الفلوس اللي جمعنا ما بغيناش نحطهم في السبيطار، يعني راه حطيناهم في السبيطار ما بقى لنا حتى ريال. وجي نداءك المسؤولين ديال صراحة الله أنا ما نكذبش عليك، أنا تنشكر هذا ابن سينا السويسي كيتعاملوا معايا أحسن معاملة، شحال من خطرة كنمشي كنكون كندوي عندي حصة وكيتعاملوا معايا الطبيبة التماكينة فهمتي، كيتعاملوا معايا ما كنخلصش وكيتعاملوا معايا أحسن معاملة الصراحة، كيقلبوني كيتعاملوا معايا أحسن معاملة الصراحة في السويسي. تنقول لوزير الصحة. وجيني نداء لوزير الصحة. وزير الصحة الله يسعدك شوف من حالي. شكرا وصال. شكرا وصال من الوزير الصحة مزيانة. ما كرهتش. قولي لي قولي وزير الصحة. ما كرهتش نقول تعالى في شي بلاصة زوينة في شي كلينيك تاعنا، ولكن غالب الله. صافي. شنو هو رسالتك توصل لوزير الصحة؟ كنتمنى وجيني رسالة هضري معاه.
شنو نقول لك؟ قولي لي بغيت نولد شي بلاصه مزيانه وكذا. وما كرهتش نولد شي بلاصه مزيانه تاعنا في الكلينيك ويكون داك الشيء زوين وبالورود وكذا داك الشيء في الاحلام. علاش الاحلام؟ كيفاش تكون حقيقه؟ ما نعرف. واخا كان هذا نداء لوزير الصحه ما عند حسنيه على انها الحلم ديالها ان تولد في بلاصه زويونه، علاش ما نجمعوش ونحققوا لها هذا الحلم؟ كلمه اخيره حسن. مم تنشكرك اخويا سميتك مخلص، تنشكرك اخويا مخلص حيت جيت لعندي وهضرت معاك في هذا الموضوع هذا اللي دارني في خاطري وقلت لي علاش لا ما تهضريش زعما هضري على حقك وهادي. وتنشكر الناس كاع الناس اللي سمع اللي غيتعاون اللي بغى يتعاون معانا واللي بغى. المهم انا النداء ديالي لصحاب وزير الصحه وهذا الشيء ديال الدوله واخا النوش سامي حيدو لنا هادشي ديال النقاط وهادشي يقولك دخل معانا الناس دخلي معاك الناس وداكشي داكشي راه ما صالحش لينا نهائيا. يعني راه خاصكم يعني راه حنايا من حقنا نديرو التطبيب يعني تفابور، يعني من حقنا واجب ماشي نخلص فوق ما نمشي نخلص حتى حاجة نخلصو، ما بزاف بزاف علينا بزاف.